عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز 80 جزء صفحة 120 من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات. إذا أعطونا في التمرين احسب ما يلي، أعطونا إي كتساوي جذر 3 أس 2، جذر 3 أس 2 هي 3، علاش؟ كيمشي الأس 2 مع الجذر مربع، كيمشي الأس 2 مع الجذر مربع، لأن يعني حنا في صدد الجذور المربع. إذن تمشي الأس 2 جذر مع جذر مربع، علاش؟ لأن أي جذر مربع كيمشي، أي جذر مربع كيمشي مع الأس 2، لأن مربع فاش نقول مربع يعني أس 2. عقلته من السنة الرابعة ابتدائي وأنت كتقرا المتر مربع والوحدات ديالو، واش كنديرو بهادي؟ ها المربع يعني متر كاري، متر مربع، مربع مربع يعني 2، 2 هادو كنت من هذا مشيت كتقرا فاش تقرا مربع يعني ام معنى المتر في المتر، يعني متر هكا متر هكا. ومساحة المربع شنو هي؟ هي الحرف في الحرف، هي ا أس 2 اللي قريت، هي الحرف في الحرف يعني هذا في هذا، هي الحرف في الحرف. من تما جات هاد الجذر المربع وبداو بان فاش يكون أس 2 تيمشي الأوكاري مع الجذر المربع، تيمشي الأوكاري أو المربع مع الجذر المربع. كذلك هنا عندنا الجذر المربع 8 أس 2 نفس الطريقة، تساوي 8 تيمشي المربع مع أس 2، ماشي بحال هنا عندنا ناقص جذر 5 لكل أس 3. هنا هنا هذا الفرق، هذا غنفرقو، غنحلو هذه الكتابة أو هذه القوة غنحلوها. شنو غتقولي؟ ناقص جذر 5 ها أس 1 عامل جذر 5 أو ناقص جذر 5 أس 2، متفقين؟ هنا الجذر مربع والأس 2 غيمشي مع أتقلنا ناقص جذر 5 عامل هنا لا الناقص ولا الأس ولا الجذر المربع يمشي مع الأس 2، علاش؟ أس 2 غتاكلهم بجوج، تحيد الناقص وتحيد، لأن فين ما يكون الأس عدد زوجي كيحيد الناقص، فين ما يكون الأس عدد زوجي، ما معنى عدد زوجي؟ يعني يقبل القسمة على 2، وشنو هما الأعداد الزوجية؟ هو مثلا 10، ما بغيتش نقول صفر، المهم العدد الزوجي اللي تقبل القسمة على 2، 10 كاين 2 4 6 8، هادو هما الاعداد الزوجيه. فين ما يكونوا في الوحدات ديال شي، اما هما بوحدهم ولا في الوحدات ديال شي عدد، في الوحدات ديال شي عدد فهو عدد زوجي، كيكون تنتهي اما بصفر ولا جوج ولا 4 ولا 6 ولا 8، هادو اللي كينتهوا بهاد الارقام هادو كلهم اعداد زوجيه. اذا الا كان العدد الزوجي كيحيد كما قلنا سالب، ما تيبقاش اذا كان في الاس كيمشي بحالو، كيولي جذر 5 اس 2 ها. ثم بعد ذلك تعطينا ناقص جذر 5 عامل جذر 5 اس 2 يمشي الجذر مربع مع الاس 2 ها، يمشي كيبقى 5، اللي في الاخيره تعطينا ناقص 5 جذر 5، ناقص 5 جذر 5 هي راه 5، ناقص 5 جذر 5. ننتقلوا لك كعطاوني يا سيدي كتساوي جذر 3 على 3 لكل اس 4. هنا عندك سيدي جوج ديال الاختيارات، هي غادي دير جذر 3 اس 2 جذر 3 اس 2 ولا نفرقوا من الاحسن في الاول عليهم 4 ها. ثم بعد ذلك سنقوم بما يلي، لاحظوا معي هاد 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 سميتو غادي لا قوة قوة، لاحظوا معي نربط قوة قوة كما شلنا في هذاك في القوة ها. شنو درت هاد الربعة؟ الربعة رديتها هي جوج في جوج، قوة وقوة جوج في جوج. علاش أنا بالضبط اختاريت وكانت عندي جذر هكا 3 و 6 شندير لها؟ هادي عندي لا هي قوة وقوة، ولكن غنحط تحت الأس 2 والفوق 3، علاش؟ دايما الأس 2 نجيبو نرافقو مع الجذر مربع باش يطير. أه عندي مثلا جذر 7 أس مثلا مثلا 9 ولا 10 غادي ندير لها هي جذر مربع 7 أس 2 الكل أس 5، لأن 2 في 5 تساوي 10، علاش؟ باش الأس 2 نرافقو مع الجذر مربع باش يطير تولي 7 أس 5، متفقين؟ هذا هو علاش أنا كنحاول أس 2 يدخل داخل والعدد الآخر اللي عندي فيه قوة وقوة يخرج على برا. ها كانت 8 غندير 2 في 4، 2 في 4 يعني 4 هي تكون على برا، 2 تكون لاصقة مع جذر مربع. ثم 3 أس 4، 3 أس 4 هي 81، هي 3 أس 2 في 3 أس 2 هي 9 في 9، 9 في 9 هذه 3 أس 4 هي 3 أس 2 كل أس 2 كم صح؟
ثلاثة وستين هي السعود وستين هي السعود السعود هي واحد اسمين. نرجع لنا إذا هنا جذر ثلاثة وستين هي ثلاثة وستين لأن الجذر الأول وستين مشاو هادو جوج مشاو قد ثلاثة ثم وستين ما ننساش على واحد وثمانين اللي هي تسعة على واحد وثمانين وتسعود على واحد وثمانين كتختزل تولي هي واحد على تسعة لأن هنا كنقسمو على تسعود وهنا كنقسمو على تسعود كتعطينا واحد على تسعة هي النتيجة الأخيرة اللي طالبين منها هما وحسوا والله يجزيكم بخير اللي شاف شي فيديو يبارطاجي مع الأصدقاء ديالو تلاميذ وتلميذات باش تعم الفائدة لجميع التلاميذ التسعة وبغينا يكثروا الأدعية معنا ويدعوا معنا التلاميذ الله يجزيكم بخير والله يرحمكم الوالدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.